فيها الغزالات ديالي مدخله طول العرض في المكونات ديما الهبل تاعي والضحك تاعي ما كيتقاداش. اول حاجه البنات عندي هنا واحد البصله، البصله البنات الحجم مهم، انا عندي هذا الحجم هذا، ممكن انكم تستعملوها بالقشور ديالها، ما عندي حتى شي مشكله، مقشره بالقشور تاعها ما عنديش حتى القشور البنات تاع البصل، حتى هو عنده واحد المنافع زوينه للشعر. عندي البنات واحد الثومه كانت بقات عندي، درت واحد الكميله ما شهيتكم فيها ديال العدس وبقات لي هاد الثومه هذه، المهم ما عندها لاش تبقى حتى هي غنلبقها لشعري. المهم هاد الثومه البنات اختياري في هاد الوصفه هادي، ما المهم غير بقات لي هنا كتلاوط، قلت انني نستعملها لشعري. الريحه البنات راه ما كتبقاش، كونوا على يقين الريحه ما كتبقاش. هاد الاناء هذا ما عرفتش واش حطيته، المهم اناء خاوي ما عرفتش واش حطيته. عندي هنا الحبه السوداء، الحبه السوداء اللي كنقولوا ليها حنا السانوج، السانوج السانوج البنات السانوج، غير حنا بعض اخوات كيقولوا ليها حبه السوداء، ولكن هي ماشي حبه، ماشي حبه حبه السوداء، وانما السانوج السانوج. هنا عندي بذور شير البنات، بذور شير اللي كانت متوفره عندكم الاحسن تستعملوه، الا ما كانش متوفر عندكم استعملوه في المكان ديالو زريعه الكتان، حتى زريعه الكتان حتى هي رائعه للشعر ديالنا. المكونات بصله، سانوج او كما كنقولوا لها حنايا حبه السوداء، وعندنا بذور الشيا وفص صغير من الثوم اختياري، هذا كيبقى اختياري. غادي ناخذ واحد الكاسرول، كاسرول البنات كما هك، نشلضوا خويتي هاد البصله شلضي شلضي خويتي هاد البصله هادي هاك، وي شكل عشوائي البنات، معليش نديرو الكوكوط ولا جميله، غادي نديروها ابخي غنطحنوا نطحنوا كانت كلشي، من بعد غنطحنوا كلشي، يعني غطيب لينا غير شويه، حنا بغينا هادشي يطيب لينا غير القليل. المهم بهادشي الفص الثوم تا هو كذلك غادي نقطعوه هكا بهذه الطريقه هذه. غادي نستعمل ملعقه كبيره ديال السانوج ما يعرف بحبه السوداء، ملعقه وملعقه كذلك من بذور الشيا، ممكن الاستغناء على بذور الشيا وتستعملوا في المكان ديالها، في المكان ديالها زريعات الكتان. نضيفوا كاس من الماء وفوق النار مباشره البنات، يغلى لنا لمده 10 دقائق ومن بعد ارجع لكم. هنا كما قلت لكم 10 دقائق يعني كافيه بالغرض، يعني 10 دقائق بما غلى لنا وتلقينا هاد المنافع ديالهم، ومن بعد غنرجعوا باش نكملوا الوصفه. البنات بعد مرور 10 دقائق غادي نطحنوا هادشي كامل ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات غنصفي كلشي، ما بغيناش باش ما يبقاش لنا الرواسب في الشعر، حاولوا انكم تصفيوه من الاحسن، ولا بغيتو ديروه هكذاك ماشي مشكله، يعني الا غسلتوا غير شعركم مزيان راه ما كيبقوا له رواسب لا حتى شي حاجه. ناخذ واحد الملعقه هكذا ونحاولوا اننا ندوروها باش تصفى لينا. ما طيبوش البنات بزاف، طيب تقريبا شي 5 دقائق ما كاملينش، شي 5 دقائق البنات. غادي نزيد عليه زيت الخروع، بعد ما صفينا نضيفو زيت الخروع، الا ما عندكمش البنات بلاش، بالنسبه لي انا غادي نزيد له غير ملعقه تاع زيت الخروع، الا ما عندكمش نتوما زيت الخروع ضيفوا زيت الزيتون، زيت نواه كوكو، الا ما كانش عندكم استعملوا البنات اي نوع زيت عندكم متوفر عندكم، غير باش شي زيت هكذايا. اما زيت الخروع كما كتعرفوا انه زوين بزاف لتساقط الشعر والتطويل، الا ما كانش عندكم عملوا شي قطره تاع اي زيت اللي متوفر عندكم في المنزل، غير باش شويه زيت لكم الشعر ديالكم وشعركم ما يبقاش ناشف. هو الشعر تاع بنتي ما شاء الله كما كتشوفوا ان تا هو شعرها كان خفيف بزاف، والحمد لله انا بديت كندير لها في الوصفات، شعرها ما شاء الله بدا كيقوى ليها، وهي عندها
عندها هنا حتى هي عندها الخويات بزاف هنا في القدام، ودابا راه بدا كينوضوا ليها هانتوما كما كتشوفوا هذاك الشعر اللي هو بدا كي الخلفه كما كنقولوا الخلفه صافي بدات كتنوض ليها. المهم كان بنيات ديالكم عندهم نفس المشكلة اللي عند الابنه ديالي، غير بقاو تعملوا ليهم هاد الوصفه راه ما عندها حتى ضرر على الشعر ديالهم نهائيا، وغادي نبداو على بركه الله بسم الله. اول حاجه غادي نديرو في الفروه تاع الشعر، وحنا كنديرو واحد التدليك بالاخص البلايص اللي كتحسوا بيهم خاويين. الماء البصل واش غادي يضرهم في عينيهم؟ راه ما غيضرهمش، لانني علاش انا حاولت انني ندير نطيبو، انا ما كملش البنات 5 دقائق في الطياب ديالو، مجرد ما درت واحد جوج دقائق غير باش ما يحرقشهمش في العينين ديالهم، اما المنافع راه كتبقى فيه هو هو. المهم البنات بعد ما كملت غنخليه تقريبا واحد الساعة الى ساعتين، ومن بعد ان شاء الله ارجع لكم. انتم البنات شوفوا النتيجة، فعلا كانت واحد النتيجة زوينة بزاف، وهاد الوصفه هادي انا كنت كنستعملها من قديم الزمان، كنستعملها وزدت عليها بذور الشيا وفعلا عطاتني نتيجه زوينه بزاف بزاف بزاف. جربوها البنات والله واحد النتيجه اللي هي مرضيه، وبالاخص البنات ما كتنشف لكم لا شعركم لا حتى شي حاجه، وشوفوا البنات اللمعه اللي كتعطي للشعر، شوفوا اللمعه اللي كتعطي للشعر. وحاجه وحده هانتوما البنات واخا كنمشط شعري، بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي واش ما كيتساقط لك شعرك في هذا الصيف، هانتوما في هذه الفتره هذه ديال في هذه الفتره، هانتوما البنات هانتوما نهائيا البنات ما كيتساقط لياش، هانتوما كل اللي كيدير بحال هكا وكيخرج لبناتكم مشات تاع الشعر. انا الحمد لله ثم الحمد لله هانتوما، علاش انا كنداوم البنات الوصفات؟ لانني انا ملي كيبدا يتساقط لي شعري كنحس بواحد الانهيار عصبي. البنات شكون بحالي تكتب عليا في التعاليق ما كنحمل الشعر يتساقط لي، ما عرفتش علاش صافي ملي كيتساقط لي بحال شي حاجه ناقصاني شي حاجه واقعه ليا شي مصيبه الله يستر. المهم ما عرفتش كاع باقي كاع جميع النساء كنكونوا بحال بحال، ما كنبغيوش الشعر الله يتساقط لينا. المهم نتمنى النتيجه انها تكون مرضيه وتعجبكم، نموت عليكم على الغزالات ديالي، وكتبوا لي اقتراحات ديالكم في صندوق في بلاصه التعاليق، وشنو حابين في الوصفه الجايه. المهم في الوصفه الجايه ان شاء الله غندير لكم وصفه بدون غسل، لان عديد من الاخوات اللي كيقولوا لي بقاي حاطين غير وصفات بدون غسل، ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا غنحطها لكم. نموت عليكم على الغزالات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.